أول زيارة للوجبة السريعة مطعم ومشاوي الوجبة السريعة في حوارة ومفرق أين أبوس. صحتين وعافية، مبين معجبك. طلع علي زي مشان تطلع صورتك. شو اسمك؟ يوسف. ابن مين؟ زهير. والنعم يا سيدي. مرحبا. أزمة سير خانقة دائما كما نشاهدها على النت وعلى الفيسبوك، ينقلها لكم عبود خموس. فجئت اليوم بنفسي لأنقل لكم هذه المناظر من شارع القدس ومن وسط بلدة حوارة عند الظهيرة من هذا اليوم 28/6/2012. كما تشاهدون أزمة سير خانقة، والموضوع إنها مش أزمة سير من كثر السيارات، ولكن من عدم النظام واتباع القوانين المتبعة في قوانين السير في العالم. فهنا شعبنا لا يتقيد بنظام ولا بقانون ولا يعترف بها. ربع ساعة حتى نتمكن من قطع الشارع، ولم أتمكن مشيا على الأقدام وإنما استعملت السيارة. وإن شاء الله إلى أفلام أخرى إن شاء الله من بلد ومن وسط حوارة. لكم أطيب الأوقات من عزة عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.